علي خلفية قضية سحب نقابة الأطباء حذف الدكتور حامد اللامي من سجلاتها، حذرت وزارة الصحة العراقية من استغلال أطباء جائحة كورونا لتحقيق مكاسب خاصة من خلال فتح عيادات طبية غير مرخصة لعلاج المصابين بالفيروس إجراء وزارة الصحة بملاحقة العيادات التي تهدد حياة المواطنين يأتي في وقت يستمر فيه العراق بتسجيل أربعة إلى خمس آلاف إصابة فيما تواصل السلطات فرض حظر التجول الجزئي في عموم البلاد كإجراء وقائي لتحقيق التباعد الاجتماعي وأقدمت السلطات العراقية قبل يومين على اعتقال الدكتور حامد اللامي وهو جراح عراقي اشتهر بنشر مقاطع فيديو تتعلق بفيروس كورونا ادعى فيها أن علاج الفيروس بسيط وأن لديه عقاقير وخلطات متنوعة تمنع الإصابة وتعالج المصابين، وقام بحملة إعلامية ضد ارتداء الكمامات وضد لقاحات الفيروس، واعتبر أنها تسبب ردود فعل مناعية تؤثر في الرئتين وقبل ايام اعلنت وزاره الداخليه العراقيه اعتقال شخص يدعى علي الموالي يدعي ان بامكانه شفاء كورونا بواسطه الاعشاب ويعيش هذا الشخص في محافظه المثنى العراقيه لكن زبائنهم منتشرون في كل مكان في العراق وحتى في خارجه وتحاول الاجهزه الصحيه دفع المواطنين لتلقي اللقاح لكن جهودها لم تثمر بشكل كبير حتى الان مع انه لا يوجد بيت عراقي حاليا لم يفقد قريبا او صديقا بسبب مرض كورونا